رغم النصوص الدينية والقانونية والجهود المبذولة للحيلولة دون ذلك، ما زالت بعض النساء في الوطن العربي خصوصاً المتزوجات يتركن إرثهن، سواء طواعية بسبب العادات والتقاليد أو كرهاً من العائلة التي لا تسمح بأن تذهب أموالها لشخص غريب. إن عدم ميراث المرأة قضية هامة ومحورية منتشرة في المناطق النائية والبوادي، ورغم التوعية ما زالت هناك نسب كبيرة منتشرة. العاطفة عند المرأة التي تفقد الرجل تمنعها دون المطالبة بالإرث، وكذلك الجهل بالقوانين وعدم معرفة الأماكن التي يجب الرجوع إليها، إضافة إلى العادات والتقاليد التي يقتنع بها الرجال والنساء أيضا بشأن عدم حصول المرأة المتزوجة لإرثها حتى لا تذهب أموال عائلاتها إلى عائلة أخرى. وعن الأماكن التي تشهد انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة، دائما ما تستهدف هذه المشاريع المناطق النائية والبدوية والقروية، إلا أن النتائج التي تم جمعها في المشاريع السابقة أكدت أن نسبة حرمان المرأة من الميراث في المدن أكثر من هذه المناطق. الفترة الأولى من الوفاة تتأثر السيدات بشكل كبير، وقد تتعاطف مع من حولها من أخوة أو أبناء، وتكون أسهل الاستجابة للضغوط من حولها. لكن بعد انتشار القوانين الجديدة، من الضروري مرور فترة بعد الوفاة تكون فيها المرأة أكثر صلابة وقدرة على اتخاذ قرار عقلاني. وأشار الباحثون والمختصون في هذا الشأن إلى أن حملات التوعية التي انتشرت بالفترة الحالية تهدف إلى توعية السيدات خصوصاً في المناطق النائية والريفية لتعرف حقوقها التي منحها الله إياها للحفاظ عليها وعدم الاستجابة للضغوط الأسرية. رغم ذلك، هناك حالات تتعرض لهذه الحالة من ترك الإرث نتيجة الضغوط العائلية لا يمكن أن ننكرها، وتحتاج المرأة لمزيد من التوعية في هذا الشأن، خصوصاً وأن العادات والتقاليد تتغلب في كثير من المناطق. أما بالنسبة للمرأة في العراق، فالقسم الكبير منهن يشعرن بالخجل من المطالبة بنصيبهن بالميراث رغم احتياجهم للمال، لذلك تتنازل أغلبهم عن حقهم جبراً. وكما في القول الشائع، المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً.